السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي بدأ بالإعداد بشكل خطير للبدء بهجوم بري على العمق اللبناني تحديدا، وطبعا وهذه التطورات هي تأتي، ومن بدأ هذه التطورات بشكل خطير للغاية هو حزب الله اللبناني طبعا، الذي قام يوم أمس باستهداف بأكثر من 60 صاروخا استهدفت فيها 94 مستوطنة إسرائيلية موجودة في الشمال الإسرائيلي هنا، بالإضافة إلى معسكرات إسرائيلية. وبوليتيكو الأمريكية كانت قد أكدت بشكل واضح بأن حزب الله اللبناني يأتي بهذا الاستهداف الكبير الذي يستمر بالتصعيد به حتى يومنا هذا وحتى هذه الساعة التي نتحدث بها، هو يأتي انتقاما لأحد القادة المهمين الذي قامت إسرائيل باستهدافه واغتياله في العاصمة اللبنانية بيروت. أتحدث هنا عن رئيس أو نائب الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو صالح العاروري. بالتالي حزب الله اللبناني بدأ بعملية انتقام خطيرة يوم أمس، هو الأمر الذي أزعج إسرائيل تماما وجعلها تستهدف حزب الله اللبناني وتحقق استهدافات كبيرة بالمدفعية بشكل مكثف وبالطائرات الإسرائيلية أيضا. كما هو واضح العديد من الأهداف والعديد من النقاط بالنسبة لإسرائيل حققتها ضد حزب الله اللبناني، حتى وزارة الدفاع الإسرائيلية ستلاحظون الآن صورت عددا من اللقطات للضربات التي جاءت في الجنوب اللبناني، ضربات لم تكن عادية، بعض الصور جاءت بهذا الشكل على عدد من البلدات الموجودة في الجنوب اللبناني، وإحدى أهم هذه البلدات التي استهدفت هي الخيام، رب 30 وميس الجبل، عيت الشعب، رملة وعدد من البلدات الأخرى. والاستهدافات كما تحدثنا جاءت بشكل مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية وحتى من الطائرات الإسرائيلية، والاستهدافات طالت عددا من النقاط والبنى التحتية الخاصة بحزب الله، ونقطتين ومبنيين أو مقرين رئيسيين لحزب الله اللبناني دمرتها إسرائيل تماما. وبالإضافة إلى ذلك بأنها تمكنت أيضا من استهداف المنظومات الدفاعية الجوية الخاصة بحزب الله اللبناني وحتى منظوماتهم الرادارية، لا بل إنهم بدأوا باستخدام أيضا القنابل الدخانية على عمق جنوب لبنان وعلى حزب الله اللبناني على عدد من البلدات الحدودية تحديدا، بدأوا بإطلاق هذه القنابل. وكل هذا يؤدي وكل هذه مؤشرات واضحة جدا بأن الجيش الإسرائيلي وبتحشيداته الكبيرة هنا في الشمال الإسرائيلي يجهز لعملية اقتحام وهجوم بري على الجنوب اللبناني. ونلاحظ بأن استخدام المدفعية أولا على سبيل المثال، هذا الاستخدام هو يؤدي في نهاية المطاف إلى دمار كبير في المناطق التي يستهدفها. عندما يضرب المدفع هو ليس كالطائرة، وهو يهيئ الأرضية للقوات الإسرائيلية للبدء بعملية التقدم في المنطقة التي تبحث عن التقدم إليها. بالإضافة إلى ذلك بأن الاستهدافات أيضا للمنظومات الدفاعية لحزب الله اللبناني هي أيضا تفتح الباب للمروحيات الإسرائيلية لمساندة القوات الإسرائيلية التي تنوي التقدم في هذه المنطقة. واستخدام القنابل الدخانية أيضا هي تحجب الرؤية على حزب الله اللبناني، تصعب الأمور، تشتت حزب الله اللبناني وتجعل المسألة صعبة للغاية حتى في استخدام بعض الأسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في البلدات المحاذية لإسرائيل. وبالتالي هنالك الكثير من العمل الإسرائيلي الواضح من خلاله، وترى من خلال هذه الاستهدافات أن إسرائيل تبحث عن تحقيق تقدم، وخاصة أنها تهدد بشكل مستمر، هددت خلال الشهر الماضي من العام الماضي بأنها تريد القيام بعملية عسكرية في داخل جنوب لبنان، وذلك من أجل إبعاد عناصر حزب الله اللبناني إلى مسافة ما يقارب 10 كيلومترات خلف نهر الليطاني من أجل أن يؤمنوا هذه المنطقة وهي الشمال الإسرائيلي لإعادة 150,000 من المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم. ويجب أن ننتبه بأن إسرائيل استهدفت أكثر من 600 نقطة وهدف في الجنوب اللبناني منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وقتلت العشرات من عناصر حزب الله اللبناني. 30% من عناصر حزب الله اللبناني الذين قتلتهم إسرائيل هم من وحدة الرضوان، وهي من قوات النخبة في حزب الله اللبناني. وهذه الضربات كانت قوية للغاية إلى درجة أن حزب الله اللبناني اضطر إلى سحب وحدة الرضوان من الحدود مع إسرائيل لكي يقلل من عمليات الاستهداف الإسرائيلية الفعالة التي تأتي ضد هذه الوحدة المهمة للغاية. ويجب أن لا ننسى استهداف القادة أيضا، هي مسألة تعمل عليها إسرائيل لخلخلة الوضع لحزب الله اللبناني وتحقيق هذا التقدم الذي نتحدث عنه. وعلى سبيل المثال، إذا ما أخذنا مثالا
من الضربات بالقنابل الدخانية، وذهبنا إلى إحدى اللقطات القادمة من بلدة الخيار. ستلاحظ هذه لقطات للقنابل الدخانية وهي سقطت على هذه المنطقة، وهنا لاحظ كيف تسقط هذه القنابل الدخانية بهذا الشكل على هذه البلدة، وبالتالي بما أنهم نشروا بأن هذه البلدة فعلا تعرضت للقنابل الدخانية، في بادئ الأمر قالوا بأنها قنابل فسفورية ولكنها في حقيقة الأمر قنابل دخانية. ترى هنا بأننا أمام ساحة واضحة جدا، مساحة لا بأس بها، أن هنالك نصب نوعا ما موجود وسط هذه المنطقة وعلى مسافة بسيطة بهذا الاتجاه. ترى بأننا أمام عمود بجانبه مبنى بعيد، وهذا مبنى آخر بهذا الاتجاه، وهنا نلاحظ بأن هنالك مدخل أو ممر أو شارع نوعا ما ضيق نسبيا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي بالاعتماد على أن ما نشر في الأوساط اللبنانية بأنه في بلدة الخيام اللبنانية، نذهب إلى هذه البلدة الحدودية. هذه هي البلدة، النقطة الوحيدة المتطابقة مع العلامات التي رأيناها الآن، ستجدها وسط هذه البلدة. لنأخذ 180 درجة الآن من خلال النظر وتدقيق هذه الصورة وتحليلها، سنرى بأننا أمام فعلا وهذا هو النصب الذي رأيناه الآن واضح جدا من الظل، وترى على مسافة بسيطة العمود أيضا، ظل العمود واضح، مبنى وهذا المبنى الجانبي الذي رأيناه، وهذه هي الدخلة أو الممر أو الشارع الضيق نسبيا الذي تحدثنا عنه، والذي يوضح لنا بأن المصور كان يقف في هذه المنطقة تقريبا ويصور بهذا الشكل، وكان يرى كل العلامات التي رأيناها حتى لحظة استهدافه بالقنابل الدخانية. وهذه البلدة مهمة، البلدة لو رأينا من منظور حزب الله اللبناني على سبيل المثال، سترى أن البلدة نقطة مهمة استراتيجية لمراقبة العمق الإسرائيلي ولتهديد العمق الإسرائيلي بشكل مباشر. فبالتالي ضرب هذه المنطقة بالقنابل الدخانية طبعا، واستهداف المنظومات الدفاعية والرادارية واستخدام المدفعية، هو دائما وأبدا يمهد إلى أن إسرائيل مع استخدام هذه القنابل بشكل مستمر ممكن جدا أن تندفع إسرائيل بشكل مباشر على هذه المنطقة تحديدا كجزء من العملية التي تتحدث عنها، وستجعل حزب الله اللبناني في موقف نوعا ما صعب رغم إمكانياته العالية، لكن ضرب مثل هذه البنى التحتية ومثل هذه التكتيكات دائما وأبدا تعطيك فرصة لمعرفة ما ممكن أن يجري في هذه المنطقة، وإسرائيل تهدد وتهدد بهذا الاتجاه. لا بل أن هنا منطادا أيضا راداريا قامت إسرائيل بطبعا إطلاقه من أجل النظر، من أجل إلقاء نظرة أو رصد أي طائرات مسيرة أو صواريخ خاصة بحزب الله اللبناني ممكن أن تستخدم في المستقبل على الشمال الإسرائيلي. والهجمات طبعا مستمرة، والجارديان البريطانية في 48 ساعة الماضية أكدت بأن إسرائيل تدفع حزب الله إلى أقصى حدوده، تحاول جر حزب الله إلى الحرب بشكل مباشر. حتى أن مسؤولين أمريكيين سابقين مهمين مثل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق ذهب إلى شمال إسرائيل، التقى بعدد من الضباط والمقاتلين الإسرائيليين، وجاء ليوقع على القذائف الخاصة بالمدفعية الإسرائيلية وكتب من أجل إسرائيل. كذلك الواشنطن بوست الأمريكية نوعا ما أوضحت ونقلت بأن هنالك مسؤولين أمريكيين لديهم قلق كبير من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد فتح الحرب مع حزب الله اللبناني لأن مستقبله السياسي على المحك. هنالك انتقادات كثيرة يتعرض لها بسبب كل ما جرى في 7 أكتوبر، بالتالي الحرب في قطاع غزة من الممكن أن تتجه إلى نهاية في الأشهر القليلة القادمة أو حتى نهاية هذا العام، ولكن يجب أن تكون هنالك حرب أخرى لنتنياهو لكي يبقى في السلطة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها قلق من اشتعال الأمور من قبل جهة أو من جهة إسرائيل أكثر هي من حزب الله اللبناني. إضافة إلى ذلك أيضا أن هنالك تحركا كبيرا لحاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور باتجاه البحر الأحمر، وهي إحدى المؤشرات بأن الأمور ليست بالسهل أبدا على ما يجري في لبنان أو بين حزب الله وبين إسرائيل. فظهرت صور للأقمار الصناعية لحاملة الطائرات USS دوايت آيزنهاور وهي تسير بهذا الشكل في مياه البحر الأحمر، وجاء جيو إنت لكي يوضح بأن هذا الموقع الذي رأيناه الآن هو متطابق تماما مع البحر الأحمر بهذه النقطة تحديدا، وقال بأن USS دوايت آيزنهاور أصبحت متواجدة في البحر الأحمر، هذه هي المملكة العربية السعودية وهذه هي اليمن. لاحظ النقطة التي توقفت بها حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور، وحتى أن
المعهد البحري الأمريكي أكد أن يو اس اس دوايت ايزنهاور أصبحت متواجدة في البحر الأحمر كما تلاحظون in the Red Sea. وأيضا حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد قد ابتعدت تماما عن البحر المتوسط كما أعلن البنتاغون، والآن أصبحت حاملة الطائرات جيرالد فورد متواجدة هنا في هذه المنطقة قريبة جدا من مضيق جبل طارق، وهذا هو يو اس اس دوايت ايزنهاور وعملية تواجدها. بمعنى آخر أن حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس دوايت ايزنهاور هي كانت أساسا متواجدة هنا في خليج عدن، وكانت يو اس اس جيرالد فورد متواجدة هنا أيضا في البحر المتوسط. يو اس اس جيرالد فورد بابتعادها من هذه المنطقة واشتعال الأمور من قبل جماعة الحوثي وحتى في باتجاه البحر الأحمر طبعا وخطوط الشحن ومن حزب الله اللبناني باتجاه إسرائيل، هو الأمر الذي اتضح وجعل الولايات المتحدة أن تدفع بحاملة الطائرات يو اس اس دوايت ايزنهاور أن تقف هنا تقريبا كما لاحظنا بصور الأقمار الصناعية. وهذا يوضح أن يو اس اس دوايت ايزنهاور تفرض رقابة، أصبحت أقرب على حزب الله اللبناني وأصبحت أيضا باتجاه قوات الحوثي، قوات جماعة الحوثي عندما كانت متواجدة في هذه المنطقة فهي تأتي باتجاه الحكومة الشرعية اليمنية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ولكن بالنسبة لجماعة الحوثي هي أصبحت متجهة وباتجاه جماعة الحوثي بهذا الاتجاه. بعض المصادر الأمريكية مثل المعهد البحري الأمريكي تحديدا أشار بأن يو اس اس دوايت ايزنهاور متواجدة هنا أيضا لردع جماعة الحوثي. جماعة الحوثي المشكلة لا تتعرض للردع أبدا، جماعة الحوثي مستمرة بهجماتها، فهي قامت بعدد من الهجمات لأول مرة في 72 ساعة الماضية، قامت بهجوم اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الزوارق المفخخة المسيرة، انفجرت لم تتمكن من استهداف أي من سفن الشحن، ولكن هذه المرة الأولى التي تقوم جماعة الحوثي بمثل هذا الهجوم. كذلك القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن طائرة مسيرة خاصة بجماعة الحوثي قامت أيضا بمهاجمة خطوط الشحن. لا بالأحرى، هم أكدوا أن الهجوم جاء مباشرة على المدمرة الأمريكية يو اس اس لبون، وهذه الطائرة بمجرد ما اقتربت منها دفاعا على النفس كما قالت القيادة المركزية الأمريكية يو اس اس لبون قامت بتدمير هذه الطائرة المسيرة، وكان هنالك أيضا اقترابا خطيرا من 6 زوارق خاصة بجماعة الحوثي من إحدى السفن التجارية التي كانت قريبة للغاية من مضيق باب المندب. هذه الزوارق ابتعدت بعد ذلك، ولكن 6 زوارق التي تحدثنا عنها جاءت الأنباء منها عن طريق عمليات البحرية البريطانية التجارية هي التي أكدت هذا التقدم. وجماعة الحوثي هددت الولايات المتحدة الأمريكية من أي عدوان تجاههم كما قالوا بأنه عدوان، وكذلك في نفس الوقت هم تحدثوا بشكل واضح بأن الدولة ممكن أن تنضم إلى هذا الحلف، فهم سيكونون حاضرين في الزمان وفي المكان لاستهداف هذه الدول التي ستشارك، وبأن موانئها لن تكون بمأمن من هجمات جماعة الحوثي. وهجمات جماعة الحوثي لا زالت تحقق الكثير من النجاح من الحقيقة من إيقاف الحركات أو التحرك أو النقل في البحر الأحمر كما تلاحظون هنا بالنسبة لهذه الألوان أو السفن الواضحة باللون الأصفر كما تلاحظون. ستلاحظ بأن الألوان الصفراء هنا هي تعني ببساطة كل السفن التي غيرت مسارها من البحر الأحمر، وتلاحظ نسبة كبيرة جدا من السفن باللون الأصفر كلها تذهب بهذا الاتجاه عبر أفريقيا أو رأس الرجاء الصالح لتذهب إلى مضيق جبل طارق وتدخل إلى هذه المنطقة، وهنالك عدد قليل جدا من هذه السفن بهذا الاتجاه. وهذه الإحصائية بحسب ما نشر عن طبيعة التحركات السفن حتى هذا اليوم بأن 95% من هذه السفن باللون الأصفر كان من المفترض أن تمر من البحر الأحمر ولكن غيرت مسارها بهذا الاتجاه. وهذا هو الذي جعل في نهاية المطاف أن تأتي المصادر الأمريكية وتتحدث بشكل واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية كما نشرت ستارز أند سترايبس مضطرة إلى توجيه ضربة لجماعة الحوثي بسبب كل هذه التطورات التي نتحدث عنها، والأمور ممكن أن تشتعل بشكل كبير في الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن إسرائيل مستمرة باستهدافاتها للقيادات على مستوى قيادات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. قامت اليوم بالإعلان بشكل واضح وأكدت إسرائيل بأنها قامت باغتيال قائد كتيبة النصيرات ونائبه سوية بضربة واحدة، بالإضافة إلى ذلك بأنهم نشروا صورة لمحمد الضيف وهو قائد
كتائب عز الدين القسام نشروا هذه الصورة له وقالوا بأن هذه الصورة تحصلوا عليها من إحدى من أحد أجهزة الحاسوب الموجودة التي وصلوا إليها، تمكنوا من الوصول إلى هذه الصورة لمحمد الضيف، يبدو بصحة جيدة بشكل عام، والتقديرات الإسرائيلية كانت تقول بأن محمد الضيف ليس بصحة جيدة، لكن هذه الصورة قالوا بأنها تعود إلى عام 2018، إلا أنهم نشروا هذه الصورة له، وسبق وأن رأينا الشهر الماضي من العام الماضي نشرهم لهذه الصورة أيضا لنفس الشخص وهو محمد الضيف. وطبعا إن تمكنت إسرائيل من اغتيال محمد الضيف مع يحيى السنوار مرة واحدة قد يعني اشتعالا للهجمات والضربات، إن كانت من جماعة الحوثي أو إن كانت من حزب الله اللبناني على إسرائيل، مما يدفع إسرائيل للاضطرار بدخول بحرب مباشرة مع حزب الله اللبناني. بالتالي الأمور خطيرة وفي تصعيد كبير، والأنظار الآن تذهب إلى لبنان بكيفية تطور الأمور طبعا في المستقبل.